وبالتالي هل يجب على المسلم أن يغتسل من الجنابة قبل النوم؟ ما يجب عليه أن يغتسل قبل النوم، يجوز أن ينوم أن ينام وهو جنب. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء كما في الحديث، ولكن الاغتسال أفضل قبل النوم، الاغتسال قبل النوم أفضل، أو على الأقل يتوضأ، على الأقل يتوضأ قبل النوم. نعم.